كريستيانو رونالدو متحدث عن ليونيل ميسي، مقارنة ليونيل ميسي فيه على الصعيد الشخصي، وأن من يعشق كريستيانو بكل تأكيد لا يكره ميسي أيضا. هو زي ما قلت لك التنافس اللي حصل خلال 15 سنة ما بين الاثنين هو اللي يخلينا نتكلم في نخش في المقارنة ونخش في في الكلام عنهم، لأن دول من أعظم اللعيبة الموجودة في تاريخ كرة القدم. احنا زي ما قلت لك احنا محظوظين ان احنا عاشرنا او عايشنا هذا الثنائي، لان زي ما قلت لك التنافس اللي ما بينهم كان يحسن كل منهم الاخر. ده خد 5 كرة ذهبية لازم اخد انا 6، ده خد 6 لازم اخد 7. فالحاجات دي حاجات مميزه احنا بنحبها. غير كده الاستمراريه، صعب ان انت توصل للليفل العالي المستوى العالي تستمر فيه ال 15 سنه ده كتير. الارث اللي هم على المستوى الفردي اللي سابوه الاثنين، القاب جماعيه، القاب فرديه، صراع على الكره الذهبيه، صراع ما بين برشلونه وريال مدريد، فالعديد من الامور اللي تخليك تتكلم عنهم ليام الاثنين. فالاثنين اضافوا للكره العالميه كتير قوي. وغير كده النوعيه اللي جايه اللي طالعه من المواهب مش زيهم، اقل منهم. دول عندهم المهاره، عندهم السرعه، عندهم الشخصيه، بيعرفوا يتكلموا بره الملعب. يعني في العديد من المواقف كان يقول لك ميسي ما بيتكلمش، شفنا في كاس العالم ازاي القياده الشاره وازاي الاجتماعات الموجوده، ازاي المحاضره اللي كانت قبل نهايه كاس العالم قدام فرنسا، وازاي كان يجمع اللعيبه الموجوده. انه يقال بان ميسي خجول. أي. في الحديث عم خجول مين؟ ده احنا اللي خجولين. فما بالك وده لما تشوفه على رونالدو لما بيجي يتكلم، اتكلم في المؤتمر الصحفي على الدوري البرتغالي وانتقد الدوري البرتغالي ومشاكل الدوري البرتغالي. هل حد غير رونالدو يقدر ينتقد الدوري البرتغالي؟ مفيش. فدي القيمه اللي موجوده داخل المستطيل الاخضر، بيقدموا اضافه ومتعه، وخارج المستطيل شخصيه مميزه، اصحاب قرار، اصحاب راي، ما بيخافوش لانهم عندهم شعبيه وعندهم شخصيه وعندهم جماهيريه. بس ايش رايك في مقارنه عبد الحليم وام كلثوم؟ مقارنه بس ماشي غير ولا انا بس تم تسمع وش يا كابتن محمد؟ لا 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 من عشاق الاثنين. انت من عشاق ميسي. بس اقول لك على حاجه، نعم. احنا محظوظين ان احنا شفنا الاثنين دول في التنافس كبير. صحيح. على طول مثلا كذا سنه، 15 ولا 16 سنه، كل واحد كان يحسن الثاني. صحيح. انما بعد 18 ديسمبر 2022 ميسي راح في حته تانية. ميسي راح في حته تانية، خد كاس عالم، فخلاص بقى الماموريه ايه؟ خلاص قفلنا الكوره وميسي عمل كل حاجه، قفلنا اللعب. هل هناك فرصه لكريستيانو مع كاس العالم؟ اكيد. هو بص، في لعيبه قرار اعتزالها الدولي خاص بيها هي، ولا والله لو مين، لو اي مدرب ما يقدرش. انا في تخيلي كنت متصور منتخب البرتغال بعد كاس العالم ما فيش رونالدو، بس مين المدرب اللي هيقول له رونالدو اقعد؟ استحاله طبعا، هو صاحب القرار الاول والاخير في كاريره، اكمل لازم يبقى موجود. يا اخي ايريك تنهاج اجلس رونالدو على دكه البدلاء في فتره من الفترات، وسانتوس اعاده في كاس العالم. صحيح. فانا قلت ان بعد كاس العالم ربما مدرب يفكر، انما مارتينيز لا، يقول لك ده انا مدرب جديد هاجي ما اجيبش رونالدو ده هيمشوني. فالطبيعي في الوقت الحالي اللعيب اللي زي رونالدو وزي ميسي هم اصحاب القرار الاول والاخير، امتى اعتزل دولي وامتى ما لعبش وامتى امثل منتخب بلدي. هم الاثنين الوحيدين بما يملكوا من القاب وتاريخ وشخصيه و و و فهنا صلاح. وحتى مستواه محمد صلاح طبعا، وحتى مستواه صلاح طبعا، وحتى مستواه فهنا في بدايته، في بدايه التصفيات مميزه المنتخب البرتغالي معاه. احنا بنتكلم على 4 مباريات 12 نقطة، 14 هدف سجل هو، 5 تقريبا 5 أهداف هو الهداف في تاريخه. الأرقام بتاعته يا عبد العزيز اللي أنتوا جبناها 123 هدف 43 أسيست مع المنتخب البرتغالي، فأرقام ما ينفعش إن أنت إيه تقول له اقعد شوية، لا ده راجل صاحب، أنت يقول أنا هكمل، أنت هنقول اعتزل هو براحته. هناك صور للياو ظهرت منذ قليل، يعني يعتبر لياو موهبة قادمة. ربط معنا فقط مع محمد أنه ميسي كان لا يستحق كأس العالم ولا رونالدو يستحق كأس العالم للاعتراف به، بمعنى أنه اليوم أكيد أنه ميسي لما فاز بكأس العالم لا راح حتى تانية يا حاتم،
اكيد ان الارجنتين فازت بكاس العالم لانه الناس هديه كان بعض الناس تقول ايه ناقص لكن ميسي كاس العالم صح بس الناس المتعصبه لكن كريستيانو اخذ اليورو لا احد اكيد كاس العالم لا انا اريد كاس العالم ايصال فكره معينه في نوعيه لاعبين اخذ كوبا امريكا وكاس العالم اكيد توالي. لكن ميسي ولا رونالدو يحتاج الى تتويج القابهم تدل عليهم في اوروبا امكانياتهم في بعض الاحيان أن اللاعب لا يحتاج إلى لقب كي يثبت جدارته وكي يثبت إمكانياته وكي يثبت أنه هداف يعني اليوم لما نتكلم عن ميسي لو لم يفز بكأس العالم لو كرة كولومبيا سجلة هل يعني ميسي لاعب فاشل؟ هل اليوم رونالدو لو لا. يكمل لكن كان بعض الناس يقول لك ايه ما خدش كاس العالم لكن مارتينيز في هذه اللقطة أصبح أسطورة في حراسة المرمى الأرجنتينية أكيد لكن أنا أتكلم هل رونالدو اليوم رونالدو 32 اكيد انا اتمنى ان يكمل لغايه 2026 كاس العالم في امريكا البرتغال منتخب قوي على كل على حال على فكره ميسي سجل هدف جميل في التصفيات شاهدته هل اليوم رونالدو لو البرتغال لم تحقق كاس العالم هل هذا سيكون رونالدو ليس من افضل اللاعبين على مر التاريخ سيكون من افضل اللاعبين من على مر التاريخ اليوم يبقى الخلاف هل ميسي افضل كذا انا مثلا يعجبني ميسي ساقول ميسي في الاخير ساقول رونالدو ما انا في الاخير هم وميسي يمكن يفوز بكاس العالم لكن في الاخير اخي في لابد ان نحكم بعدل رونالدو من افضل ما انجبت الكره على المستوى العالم فاليوم انا لا اريد ان ندخل في الجدال الموجود اكيد في من افضل وفي افضل اوكي ما حتى انت ميسي اليوم بعد كاس العالم ما هو شيء نسبي قبل كاس العالم من أوكي. افضل بعد كاس العالم افضل لكن من عند عشاق رونالدو سيبقى رونالدو لديهم افضل أيوة مهما كان صحيح انا بحب رونالدو حتى على المستوى الشخصي تعلمت منه وانا بلعب وفي عشاق مارادونا سيقول لك لا ميسي ولا رونالدو ولا وفي عشاق بيليه فالاخير احنا نحكيه على لعبه كره القدم الاذواق فيها مختلفه من يدخل كما نحكيه على الفن لاحظ في ناس من يقول لك عبد الحليم والثاني يقول لكم كلثوم فالأخير وفعل الثاني يقول لك لا اسمهان طيب أفضل طيب عبد الوهاب لا لا أنا أعطيك على أذواق الناس مختلفة صحيح. فلا نستطيع إلزام الناس بشيء ما معين طيب من يدخل في المقارنة مع ميسي وكريستيانو هل يعقل مثلا نحن نتكلم على عظماء الكرة هل يعقل اللي يدخل رونالدينو والفينومين ورونالدو اللي لولا الإصابات لكان واتكلم عليه عظماء الكرة لولا الإصابات بالنسبة لرونالدو تيري أوري وزينتين زيدان لكن يمكن احنا عصرنا هذا مجو في عصر يمكن كانوا العديد من اللاعبين العظماء في نفس الوقت فميسي ورونالدو اقتصر مع غياب الجودة وغياب إلى غاية الآن احنا إلى غاية سنوات قليلة بروز الآن مبابي وبروز قليلا هالاند وبروز بعض اللاعبين ويمكن ذهاب كريستيانو إلى الدوري السعودي وميسي للدوري الأمريكي يعني يكاد يكون المنافسة انتهت ما بينهم سنشهد منافسة جديدة لكن في عظماء لعبة حقيقة نستطيع أن نبعدهم بشكل كبير